يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني أنه خارج من ملة الإسلام؟ وهل تكون زوجته طالقة منه؟ هذا من أحاديث الوعيد، يمر كما جاء ولا يفسر. وقد يكون أنه كافر إذا صدقه بما يقول، فذبح لغير الله أو دعا غير الله أو صدق أن دعاء غير الله جائز وأنه لا بأس به، أو أن الذبح لغير الله جائز، إذا درى عن هذا وصدقه يكون كافرا، الكفر الأكبر. نعم.